FM. الكلمة ليك. شفت مهدي جمعة وفجأة في كلام رئيس الجمهورية ندخل مهدي جمعة دخول قوي في الحرب من أجل الخلافة، والناس كل تعرف ذلك. عد تنازل هذا اليوم 2019 على مرمى حجر، اليوم الطبول تقرع وبقوة، فما ناس تقول لك حتى قبل 2019 احنا قادمين على معركة الخلافة. أنا بالنسبة لي الجو هذا الكل، إعادة العلاقات الجيدة بين نسمة وكذا، الفيديو اللي هبط البارح، التكمبيس، الإشارات، الدلالات، واقع سياسيا فماش حد شيء معناها دسم يعني سياسيا. لا تقول لي ليش لا مبادرات لا ادري شنو، تو انا نستنى في بيجي قاسم السبسي باش يوضح علاقته، بعث الغنوشي ولا بعثوش، هذا كل هذه كل قضايا تنويه فرعيه. اذا كان الحبل استخلص انا سياسيا ايش فما يعني مبادره من اجل ليبيا تحدث، ما تحدثش انا حتى شنو اتصور ولا شنو كيما قالك الوضعيه الاقتصاديه والوضعيه ادري شنو، فما حد شيء في الجنوب. انا اللي نستخلصه عموما الدلاله اللي نستخلصها الحوار واللي جاء بعد الحوار والفيديو المسرب البارح متاع على الفيسبوك والإشارات المهدي جمعة وغيره، أن اليوم قادمين على مرحلة حقيقية لصراع محموم حول الخلافة. سلاح شكور شهادة طبية؟ لا لا، احنا في السيستم الديمقراطي راهو احنا ما تنساش في ديمقراطية، وكيقول هكا راه مانيش نخوفه. هذا وهذا أنا نوصف في 2014 الرئيس مازال كي تم انتخابه متنا ما نجموش سيفيني سكرنا الباب وقاعدين داخلين نخدموا على، لكن اليوم بعد عامين من انتخاب الرئيس ما أعينه أنه اليوم فما معناها البداية معناها انطلاق مهرجان الصراع حول الخلافة بكل وضوح. وهذه الهاجس هذايا معناها حتى البيجي قايد السبسي اعترف بها امبليسيتمون أنه يخرج يحكي على صحته وأنه راح سقوط الحكومة من نتاع تارس والانتخابات المبكرة من نتاع تارس، هذا رد على الناس اللي هو يعرف، هو جهة التقارير، هو ينصت كل يوم. ما فما حديث كان سي البيجي زعما بارتون مش ندخلوا، فما اطراف سياسيه طرحتها، سي سليم الرياح يطرحها للعلن بوضوح وكان له الشجاعه انه قالها، ما يقال في الكواليس قال انا ادعو انتخابات رئاسيه مبكره، البارح رد عليها بليسيتمون يحكي على محسن الرياحي البارح جمله، فهمت؟ يعني نحن بصدد كما قلت لك سيد نبيل، ما الخلاصه اللي انا شخصيا نحطها في مخي واللي تهمني ان اليوم دخلنا فيراج جديد في الحرب من اجل الخلافه. الكلمة ليك.